مسألة القوات البشمركة، يعني المواطن العراقي في الشارع العراقي يشعر وكأنها قوات تابعة لدولة أخرى وليس قوات عراقية متضمنة في الدستور العراقي. دائما التعامل مع البشمركة هناك نوع من الحساسية، حتى قوات البشمركة لا يجوز لها الدخول في بعض المناطق وكأنها تدخل إلى دولة أخرى. لماذا هذه الحساسية؟ يعني متى يمكن أن تنتهي هذه الحساسية؟ أنا كمواطن عراقي لماذا لا أشعر بأن هذه القوات هي جزء من منظومة أمنية عراقية ككل ولا يتم التعامل معها كأنها خارج إطار هذه المنظومة؟ نعم، تحية للجميع وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير. حقيقة أنا لم أسمع السؤال بصورة صحيحة، لكن لم أسمع السؤال بشكل كامل، ولكن البشمركة تعتبر من ضمن منظومة الدفاع العراقية وفق المادة 121 من الدستور، وشخص بأنها حرس إقليم، وبالتالي هي ضمن هذه المنظومة، المنظومة الدفاعية العراقية وفق ما جاء في الدستور. هناك معضلات عديدة حقيقة تواجه يعني الطرفين سواء بغداد وأربيل بخصوص التعاون والتنسيق ما بين هذه القوتين لاختلاف المرجعيات. يعني أنا أختلف مع الأخ فاضل أبو الغيف بأنه يقول أنه هناك مرجعية واحدة. لا، ليست هناك مرجعية واحدة، حتى ضمن القوات الاتحادية لا توجد هناك مرجعية واحدة حقيقة. هناك عدة قيادات، وهذه القيادات يعني ترتبط بوزارة ما وأخرى بوزارة ثانية وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى تعدد القيادات العليا من رأس أركان الجيش إلى قيادة التعاملات المشتركة، قيادة القوات البرية وغيرها، والمعاوني رئيس أركان الجيش. هذه أعتقد يجب إعادة النظر فيها حتى تكون هناك مرجعية واحدة لجميع يعني القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. البيشمركة لديها قائد عام ولديها وزارة بيشمركة ويعني تشكيلاتها معروفة، والقوات الاتحادية كذلك. هناك محاولات لإجراء التنسيق ما بين القوتين بدأت منذ فترة طويلة في تشكيل لواءين يعني مشتركين من القوات الاتحادية، يعني من الحكومة الاتحادية من الجيش العراقي وقوات البشمركة للعمل والتنسيق ضمن ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها. وتأتي هذه الزيارات ضمن مباحثات تقنية أو فنية يعني تخص الجانب العسكري فقط. أما اليوم متى تشكل هذه القوات ومتى تعمل وكيف ستعمل تحت قيادة من، فهذا يعتمد على القرار السياسي، وهناك معضلة التمويل أيضا. هذه ليس بيد يعني الجانب العسكري أو المسؤولين العسكريين أو القادة العسكريين، وإنما التمويل يجب أن يكون أيضا من قبل وزارة المالية، ومعروف أيضا هو يتبع القرار السياسي. نعم. هناك الكثير من العقبات، وأحدها سياسية وأخرى أيضا خاصة في التمويل، ولكن تشكيل لواءين تعتبر خطوة أولى.